تثق في نفسك ويكون في علمك. هنود نبقى وصعب تعيد اللقطة، هناخد مع بعض ريسك ولو لمرة، نجوم في السماء لما انت عارفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش اللي جازف، والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش للخوف مكان واستمع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. انتوا فراج عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. مستعدين للمغامره؟ جدا. فراج انت قسمت قلبك الاهلي، الرز الابيض، وبعدين باسنت. ازاي بقى باسنت تيجي في المرتبه دايما فرحان؟ ازاي؟ هي اللي قالت على فكره. مش انا يعني، لو تعرفي لو تفتكري الموقف هي اللي قالت ده. ايوه انا عارفه ان هي اللي قالت. ممكن تصحح لها المعلومه لو المعلومه دي خاطئه ولا ايه؟ طبعا. لا هو الطبيعي صححها بقى، رسمها لي صح. الرز الابيض الاهلي بتاعك. طيب وليه باسنت اللي عايزه تعملي دايفنج مع قروش؟ مع ايه؟ مع قروش. علشان كل الناس اللي اعرفهم عملوها، اعرف ناس كتير قوي عملتها، بتقول لي لذيذه جدا وسهله قوي ولما ياكلك القرش ولما ياكلك. هي على فكره هو مسالم جدا. مش هياكلك ليه يعمل دايت؟ هو مش بياكلك unless provoked يا جماعه. هو الراجل كائن في حاله، راجل هائم على وجهه كده. ما تختصي من غير قروش. عايز اختص مع قروش. وبعدين غالبا هي دي المغامره. اختصي معايا مثلا يعني. غالبا هي دي المغامره الوحيده اللي لسه ما عملتهاش. دلوقتي هنخش على الفي ار تيست عشان نشوف بقى مين اللي هيجيب الهاي سكور. مفيش بطانيه مع الفي سي ار. في ار، في سي ار ده يعني فيديو. يا مامي يا مامي. بس هي الفكره ان السيركل جامد قوي. انتوا هايله يا ولد يا مسموسه. يا جماعه يا ماكسو بن وجيسون سابقيني. مش معقول. حلقني حلقني يا بنتي. هو حلق حلق. ايوه ايوه ايوه. يلا يلا يلا. اوبا. اوه 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 اوه. ايوه شفت شفت. يا ولد يا محمد انا عايز العب بتاعتي تاني. انت مركز ازاي؟ مستفزني جدا. حاسب حاسب حاسب. ما تمشي يلا. هو خبط اصلا ولا ايه؟ خد يلا يا ماكس. يمينك كله، يمينك كله يا مدير، يمينك كله هتلبس. يا نهار اسود. ايوه هي بتخض. خلصت. فراكو فسان. ايوه. بعد الفي ار تيست النتيجه كالاتي. لبست خمس مرات في الشجره. باسنت مغامره بنسبه 91%. ايه ده؟ والفائز معانا الاستاذ فراج بنسبه 96.5%. 91؟ 91. والله كويس. ده لا مش خسر. انت 96 يعني. مبروك يا بيبي. مبروك مبروك. الله يبارك. انا كده الجايزه هتجي لك بالظبط. دلوقتي اخر حاجه هنعملها قبل ما نطلع الطياره، عايزاكم تسجلوا فويس نوت. كنا كده انتوا حاسين بايه؟ لا 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 مش للدرجات. عايزين بس ايه نسمع الاحساس عشان نقارن قبل وبعد. اوكي. طلع يا فروشي موبايل. بقول كده بس. ابتدي الحكايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ جدا. طب قولي بقى كان نفسكم مين يبقى معاكم دلوقتي؟ من صحابي مثلا نبيل عيسى كان هيبقى اكسايتد قوي قوي قوي. وانت مين يا بس؟ انا كان نفسي في اصحابي ممكن دينا. دينا نجم. هنكلم دينا بقى نعيشها معانا اجواء. نكلم دينا؟ ماشي. لو دينا عايزه اقول لك خبر. قولي. مش انا قلت لك ان انا رايحه شرم الشيخ مفاجاه؟ ما قلتليش انت رايحه تعملي ايه؟ هنعمل سكاي دايفنج مع بعض. عارفه هننزل فين؟ في طابا. جروبات البنات بتاعت واتساب كلها امانه في رقبتك. لا ما تصدقنيش. وانا ليا 1500 جنيه عند البنت خدها والنبي باخديهم منها. ماشي يا دينا. شاو شاو. لاف يو. باي باي. باي باي. باي باي.
نجوم السماء. احنا لوحدنا في الطياره ماشي على رايك. احنا دلوقتي في الطياره ايربلين مود. عايز اعرف من كل واحد فيكم امتى بيحط بقى موبايله في الحياه كده، عايز على الايربلين مود، مش عايز حد يوصله، مش عايز يكلم حد. لما بقى في الطياره عادي يعني. بس لما بقى في الطياره او لو مش عايز ارد على حد. لا انا ما بقى يعني تمام ما بقولش اصلا. انا مش هرد. اقفل موبايلي ليه يعني؟ انا مش هرد.
رئيس الفاير بروس بيبي. قال لك بحبك في الجو فوق ولا لا؟ لا ما شفتيش هو سبقني. قلت لها اي لاف يو قبل ما انت عارف. ما كنتوش سامعين بعض طيب في الهوا فوق؟ ما سمعتنيش؟ لا. قلت لها بيبي اي لاف يو. ما سمعتهاش. واتشهدت ونطيت. انا ما سمعتهاش. اتس اوكي مش مشكلة. لا 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 يا جماعة بجد. يلا نعملها تاني؟ يا ريت. نجوم السماء. نجوم السماء. عملتوا ايه في الجو؟ عايزنا الجو اسود. ايه اللي حصل؟ انبسطتوا اهم حاجه؟ موت. انبسطنا جدا موت. انا مش يعني اول مره اعملها في حياتي، بس انت مش اول مره. بس انا بالنسبه لي بقى ان دي يعني انا وهي ان هي مناسبه مميزه جدا جدا، عمري ما انساها في حياتي عشان كانت اول مره اعملها في حياتي معاها. معاها في العادي الناس بتبقى مقلقه جدا من المغامرات، ومغامره زي النهارده اكيد بعض. لا 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 خالص. انا ما قول بقى، قول لهم يجوا يعملوا مغامره. يا ريت يا ريت كلنا نعمل كده. يا ريت يا جماعه بجد. انا شفت احلى منظر في العالم. اي ده حقيقي احلى منظر في العالم. منظر فوق فظيع. انا عملت الدايف السكاي دايفنج بتاعي في امريكا، والله العظيم مفيش مقارنه. اصلا المكان اوريدي ان احنا نعمل في طابة، شايفه اربع بلاد في نفس المنطقه. أيوة. حاجه يعني واصلا كمان جدا. واحنا جايين احنا عدينا على اربع دول، دول ليترالي يعني السعوديه وفلسطين والاردن ومصر. يعني خدنا تور كده من فوق، المنظر من فوق مش طبيعي. طب يلا بينا قبل ما نكمل كلامنا نسمع الفويس نوت ونشوف كان شعوركم ايه قبل ما تركبوا الطياره. ماشي يلا بينا. مش حاسه ان هيبقى في اختلاف. على فكره انا عايز اعملها تاني دلوقتي. دي تبقى اول مره في حياتنا نعمل حاجه زي كده. يس. وان شاء الله مش تبقى اخر مره. طبعا ان شاء الله. لا فيري فيري اكسايتد. انا وانا كمان جدا جدا متحمس. عايز اروح للموضوع ده بسرعه. اول مره هعمل التجربه دي في حياتي عموما، وحلاوتها بقى ولذاذتها انها مع بسبوسه، فهنبقى طايرين في الهواء جنب بعض زي ما بيقولوا طايرين. لطيف الهواء. في الهواء. سو اكسايتد جدا جدا، وهنحكي لكم بقى على اللي حصل فوق بعد ما نرجع. ايوه بعد الفاصل. بس خلاص. لا شكرا. رجعتوا نفس فعل الاحساس. نفس يعني الاحساس. لا 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 المغامر الجامدين جدا. نفس الاحساس. معلوماتنا عنك يا بسنت انك ست بيت شاطره. ده حقيقي. هنشاهد فراج عليكي هو يقول ده حقيقي ولا لا. جدا جدا جدا. ايه قول؟ اكتر حاجه بتاكلها من ايديها حلوه وبتبسطك ايه؟ يا معلم انا هقول لك على كارثه. اول مره اكلت من ايديها عمري ما هنسى. وكانت انا عشان بحب الاكله دي، والاكله دي صعبه مش سهله يعني عشان تتعمل. وعملتها تحفه. تحفة. قعدت اكل فيها 3 ايام. الف هنا وسهلا. عكاوي. الله. احنا خلصنا مغامرتنا النهارده معاكم وكنا مبسوطين. يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا بالمغامره. جدا جدا جدا. وقبل ما نمشي من المكان يلا بسرعه سيلفي انت وبسنت مع علي صلاح الدين واجمل منظر في طابق.